فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع من العلماء أن الأذان من شأن المؤذن، وأن الإقامة من شأن الإمام. نعم. وفي هذا الدرس سمعنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته بعدما أقيمت الصلاة، فما وجه ذلك حفظكم الله؟ لأن الرسول أعطى بلالاً الأمر بهذا وهو في بيته، أو أرسل له من يأمره بذلك. نعم. وعادة أن بلالاً يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة، يدخل على الرسول ثم يخرج ويقيم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.